السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. طبعا قبل ما أدخل بمحور حلقتنا لهذا اليوم أحب أنوه على بعض التفاصيل. يعني حقيقة انتشر فيديو مهم جدا كان في محافظة بابل لبرنامج أرض السواد، صورنا حلقة عن ردم وتجفيف بحيرات الأسماك المجازة والغير مجازة حسب قرار وزارة الموارد المائية وبسبب الشحة المائية. الحقيقة بعد هذا لما انتشر هذا الفيديو المؤلم حقيقة في منصة قناة الأيام الفضائية الاي واي ام وأيضا على قناة الأيام الفضائية كبرومو خاص الحلقة المقبلة يوم الخميس الساعة 4 مساء، كانت هناك استجابة سريعة من دولة رئيس الوزراء السيد السوداني عندما زار وزارة الموارد المائية واجتمع بهيئة الرأي، وممكن هناك قرارات إيجابية اليوم تخدم الوضع المائي عموما بالعراق وأيضا تساعد مربي الثروة السمكية كتريث أو حصاد الأسماك إلى اليوم حل كل هذه المشاكل. طبعا مثل ما قلنا انتشار كبير جدا هذا الفيديو، ظهرت بعض التعليقات اللي حقيقة أنه قالت أنه ما يصير برنامج مثل أرض السواد يكون مساند للمتجاوزين. طبعا إحنا مبدأ برنامج أرض السواد ندافع عن الفلاح، عن مربي الأسماك، عن مربي الثروة الحيوانية، ولكن دافع عليه إن كان عمله قانوني، إنه الناس اللي صورناهم واللي ظهروا بالفيديو يتكلمون عن هذه المظلومية الكبيرة يعتمدون على مياه البزل، لديهم هورة أو مثل ما يقول نزيز مجموعة من المي تقريبا 1000 دونم 1500 دونم يستخدمون، أبدا ما عندهم يعني اتصال مباشر بالأنهر الرئيسية في محافظة بابل. فإحنا دائما أرض السواد يتعاطف مع المظلوم، وأن كان المظلوم يستخدم كل الطرق القانونية. هذا تنويه مهم جدا. وأيضا نشكر اليوم رئيس مجلس الوزراء على الاستجابة السريعة، ونشوف القرارات بالأيام المقبلة. طبعا ترقبوا الحلقة مهمة جدا، حتكون يوم الخميس الساعة 4 مساء. طبعا اليوم محورنا يخص البساتين العراقي. هاي البساتين المنتشرة بأغلب المحافظات، ولكن للأسف تعيش أسوأ الأيام، تعيش أسوأ الكوابيس بسبب قلة الدعم، بسبب عدم الاهتمام بها حكوميا، بسبب التجاوز الكبير وتحول جزء كبير منها إلى أراضي سكنية استغلت من الكثير حقيقة وبيعت إلى مواطنين، وصارت أمر واقع. مناطق كبيرة جدا خسرت الكثير من البساتين. فرضا ومثال أن محافظة البصرة بآخر 30 سنة خسرت 400 بستان على ضفتي شط العرب، إن كان بسبب اليوم الحروب أو بسبب التجاوزات وغيرها. يسألون أهل البساتين وين طائرات الرش اللي حقيقة الأمراض والحشرات دمرت كل مزروعاتهم وأشجارهم وشتلاتهم. راح نناقش كل هذه المواضيع مع ضيوفنا. أكيد ضيف سيتحضر الآن بالسكايب، وضيفنا الشيخ حمزة منسي عباس، عضو الجمعيات الفلاحية على فرع قضاء المحمودية. أهلا وسهلا بك شيخ. حياك الله. حياك إن شاء الله تكونون بخير. علينا وعليكم. الله يحييك. اليوم لما نسأل جمعيات الفلاحية، وأنتم اليوم تمثلون الجمعيات الفلاحية، وأنتم لازم تكون الجهة الداعمة والتحافظ على البساتين العراقية، ولكن اليوم المحمودية جهة الدورة وغيرها من أكثر المناطق اللي جرفت بها البساتين، من يتحمل هذا الأمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللكادر وللمشاهدين الأعزاء. ربي يخليك. احنا كنا متواعدين على هالحلقة، وكل مرة توعدني تقول لي حتى نتكلم بهذا الموضوع. صحيح. موضوع حاليا خطير جدا، موضوع المياه، موضوع تجريف الأراضي والبساتين. هاي من أخطر المواضيع وأخطرها المياه، لأنه قبل يومين انه قالوا يابا انه بعض الانهر سدوها بس شرب، فقط بس للشرب، ماكو بعد للانسان والمواشي، للمواشي وللسوائل مال المي. نعم نعم. وهذه رساله اي. وهذه مؤشر خطير، بدايه الصيف مؤشر كلش خطير. فكنا احنا نحسب له هواي حسابات على مود هذا القضاء. فاليوم احنا جينا لهذا اللقاء، حتى خاف انسان يقول اني فلاح ازرح كذا ازرح كذا. انا كنت اليوم بالمديريه الموارد المائيه ما بين النهرين،
كان اجتماع عندك؟ كان لو انت زيارة عندك؟ لا زيارة. نعم شنو؟ لأن جو فلح اشتكوا يابا ترى اردموا النهران مالتنا، شنو هالقرار؟ رحت للسيد المدير ما بين النهرين، قال والله هاي قضية مو يمي وزارية. فناشد الوزير قال والله هي عالمية مو قضية تغير المناخ وهاي. اي تغير المناخ عالمية هاي، وتعرف بها كل يعني وزارة الموارد المائية تعرف بها، حتى الدول المجاورة تعرف بها القضية. صحيح. فهذا كان نعم السبب. الشيخ اريد اعرف ايضا الان وضعية البساتين مثلا في المحمودية. الان البساتين المحمودية قبل كانت مزدهرة وعامرة، احنا زايريها لما كنا اطفال، ولكن بزياراتنا الاخيرة حقيقة يعني مو مثل قبل، مو تزهو مثل قبل. شنو الأسباب اللي أدت إلى هذا الأمور؟ أول سبب هذا القرار أنه الأراضي التابعة للدولة تنطيها للفقراء دولة المتجاوزين، فاستغلتها بعض الفئات. شلون؟ اشرح لنا. استغلوها مثلا واحد يبيع له 10 دوانم 15 دوانم، يجي واحد عنده فلوس يشريها، يستغلها هسه بنيان جديد وموجودة هسه مسيجة واي أكو بقضاء المحمودية وجنوب بغداد كلها موجودة ذات يوم. نعم. زورهم شوف، فاستغلوا هذا الوضع. هي على اساس دوله رئيس الوزراء والحكومه العراقيه انه على مود ذول الفقراء. ايه فاستغلوها اهل التجاره باعوهن اشتروهن وقسم. هسه بعد وقفت الامور ما حد يشري، خافوا. ممنوع لان رئاسه الوزراء ما قبلت بهذا العمل. وهي نعم. ما توقفت هاي. شو كنت بدت هذا الامور انه يبيعون البساتين لاشخاص معينين يحولوها لامور اخرى؟ هي احيانا كانت موجوده، بس هسه من صار هذا القرار انه الحكومه العراقيه بدت انه الاراضي للدوله عايده اذا ذول المتجاوزين يطوبونها لهم على اساس هيك سمعنا انه فهسه استغلتها تجار اشتروهن. اشتروهن ايش حولوهن الى شنو؟ بقوهن بساتين؟ لا قسم منهم بس طوروهن بي ار سي سيام وخلوهن وبدوا. انا سمعت بعض القضايا يقول كل 100 متر ب 20 مليون. هاي بالمحمودية يمكن. بالمحمودية. كل 100 متر ب 20 مليون. آه. تحولت الى اراضي. تحولت اراضي، بس لحد الان ماكو مواطن اجى. نقدر نقول مثلا انت اليوم ممثل عن المحمودية، خسرت المحمودية نص بساتينها بالفترة الماضية؟ فعلا. فعلا قاموا يجرفون بالليل، يجرفون بساتين ويسوونها اراضي حتى سكنية حتى يبيعوها. يعني استفادوا من هذا الكلام. هو ماكو قانون، انا ما شفت والله قانون يعني هيك شيء، بس سمعوا انه الحكومه يعني تعاطفت يا الفقراء والنازل حاليا طوبوا له. هي بدوا هسه يبنون، ماكو نازل بعد، فقير مو حد بحاله. ابني بالليل، ابني بالنهار، يعرف شلون يرتب اموره وعنده فلوس. نعم. صارت على جهتكم بعض المجمعات السكنية هاي بنت بأراضي يعني غير مزروعة لو انبنت بالبساتين، مجمعات سكنية بدون ذكر أسامي. ما عندنا مجمعات سكنية. لا صارت يعني تابعة نقدر نقول ناحية الرشيد. اي اكو مجمع كبير بدون ذكر أسامي. بدون ما ذكر أسامي. اي انبنى على أراضي متروكة لو أراضي زراعية بساتين حولت للمجمع. قسم متروكة وقسم بساتين حولت إلى مجمع. ايش قد تقريبا المساحه عندك معلومه او علم؟ ايش قد خسرنا بساتين بهذه المنطقه فقط؟ والله ما حاصيها حتى اقول لك هالقد. صحيح. ما حاصيها، بس هي موجوده. نعم. واذا تفضل اليوم نطلع انا وياك عليها ونحصيها. نعم. طبعا احبتي المشاهدين الان طبعا نستضيف الاستاذ حسين مؤمن مدير عام وقايه المزروعات. اهلا وسهلا بك استاذ. اهلا وسهلا. استاذ حسين، اليوم وضعية البساتين العراقية حقيقة زرت أكثر من المنطقة يشتكون من وضعية موضوع طائرات الرش. شنو أسباب هذا اليوم الشكوى المستمرة، ولماذا دائما معتمدة وزارة الزراعة على طيران الجيش؟ بالنسبة استاذ العزيز، طائرات الرش هي يعني واحدة من وسائل المكافحة. يعني احنا هسه مثلا أعطيك مثال، احنا نستعمل الطائرات فقط بمكافحة حشرة الدباس على النخيل. نعم. ونستعملها بالمناطق النخيل العالي والمناطق الشديدة الإصابة. والرش موجود، الرش الأرض موجود، الحقن الجذوع النخيل موجود. احنا طائراتنا متوقفة لأسباب فنية، فما توقفنا صراحة. لجأنا. نعم. إلى طيران الجيش مشكور وأبدا المساعدة هاي حوالي يمكن الموسم الثالث على التوالي، وده يحقق نتائج جيدة جدا. وحاليا هسه حمله مستمره للرش بساتين كربلاء المقدسه. نعم. هذه الايام مستمره عمليه الرش.
نعم استاذ دكتور حسين، خلي ايضا نتكلم بموضوع انه الامراض حقيقه انتشرت انتشار كبير. هاي نفس الامراض والحشرات موجوده قبل 2003 لو اجتنا مستورده هذه الامراض والحشرات؟ الافات موجوده استاذ العزيز، لكن اكيد اكو افات احنا تسمى بالمصطلح العلمي الافات الوافده او الافات الحجريه. نعم. اللي هاي تورد من خارج الحدود طبعا. نعم. لكن تقريبا احنا بعد 2003 سجلت بعض الاصابات، مثل عندنا سوسة النخيل الحمراء صارت عندنا حشره دخيله بساتين البصره، والحمد لله هاي حوالي يمكن السادس سنه لا زالت الاصابه محصوره بمناطق ضيقه جدا مدينة صفوان بالبصره. نعم. الجهد مستمر من طبعا كادر الوقايه مديريه زراعه البصره وبشراف من دائرتنا وتوجيهات معالي الوزير، وكل شيء متوفر ومسيطرين تقريبا على الافه لحد الان. ايضا نعم تجي. نعم. بعض الافات عن طريق السلع، طبعا مو تجي هذه الافات بس على المحاصيل، مع اي سلع اخرى تدخل. نعم طبعا ابقوا معنا يا دكتور، وايضا عندنا فيديو. نعم. مهم يشرح على موضوع حمايه البساتين العراقيه يعني حقيقه الاضرار الكبيره اللي لحقت بها، خلينا نشاهد هذا الفيديو وراجعين. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين، نرجع مع الشيخ حمزة منسي عباس. شيخ اليوم أنت قريب على أصحاب البساتين وعندك علاقات بيهم، شنو أبرز المعاناة اللي يعانوها؟ بساتين؟ نعم. والله هي هاي قلت لك المكافحة، هاي الآفات اللي جاي تجينا ترى أكثرها من الخارج. زين. ما كانت عندنا. بما أنه موجود اليوم الدكتور مع ويانا، هل أنت يعني كأصحاب بساتين عندكم اليوم مثلا دائرة وقاية المزروعات تعطيكم مواد تكافحون بها؟ لا محمد. أبدا؟ قليل يعني ناس أنتم شوية مستنفذين بالزراعة بغيرها ياخذون، ولا ما شفت أنا أبد. كميات إيش قد؟ ما شفت. زين قبل كان اكو توزيع مستمر؟ فعلا قبل كان اكو. شلون طريقه التوزيع يكون؟ هي حسب البساتين هاي كلها مسجله. نعم. مسجله تواريخها وعدد النخل بها ايش قد مسجله عند الشعب الزراعيه كلها مسجله. نعم. فيروح هو بالبستان يجيب ادويه يجيب شيء يريد من شعبه الزراعه. نعم خلينا نسال دكتور ويانا باقي. نعم وياك دكتور. الصراحة انه انا هواي رحت بحلقات ميدانية بعدد من المحافظات والمدن، يعني اتكلم بصراحة اكو بعض اصحاب البساتين يستلمون من عندكم يعني مواد المكافحة وغيرها وبكميات قليلة، اكو البعض الاخر اصلا ما مستلمين، يعني شنو السبب اللي يصير؟ استاذ العزيز انا يمكن سمعت كلام الشيخ لكن موضوح لكن افتهمت ما يقول. احنا خلنا نتكلم يعني بصورة عامة. نعم. احنا عندنا 18 حملة مجانية. نعم. اكو حملات تشمل بساتين النخيل وايضا تشمل الحمضيات. صحيح. وعندنا حملات على الحنطة يعني المحاصيل الاستراتيجية، وايضا عندنا على بعض الخضر. نعم. اذا نحكي مثلا على موضوع الدوباس تحديدا. نعم. الدوباس احنا انقسمت ثلاث مناطق، مناطق شديدة الاصابة ومناطق متوسطة ومناطق خفيفة. نعم. حملة مكافحة حشرة الدوباس تتم ثلاث طرق، طبعا بالمناطق المتوسطة والخفيفة نجريها بعملية الرش الارضي وعملية الحقن، هذه المساحات هو مو شرط اي نخيل احنا نرشه. اكو تقييمات ترفع لنا من خلال مديريات الزراعة، طبعا الشعاب هي تكشف تقدم للمديريات وبالتالي المديريات ترفع تقارير نهائية. نعم. لدائرة وقاية المزروعات، وبالتالي احنا نعد خطة توزيع لهذه المبيدات على المديريات. بعض البساتين اذا مثل ما بي اصابه، مثلا اصابه الدوباس
تتركز تقريبا مناطق كربلاء المقدسة، واسط، النجف الأشرف، بابل، بغداد، وديان. نعم. حشرت الحميرة بهذه المناطق، الإصابة تكون خفيفة جدا، لكن الإصابة تكون عالية في محافظات السماوة، ذيقار، وحسب نسب الإصابة وشدتها. فتشوف أكو تفاوت بنسب الإصابة وشدتها. احنا بالتالي نوضع خطة لهذه، هذه بالتالي مواد كيميائية وسموم. صحيح. فهي مو الغاية مجرد احنا يعني نرش سموم. نعم. وين ما تكمن تكون الإصابة تكون عملية توزيع لهذه المبيدات أو إجراء عملية من قبلنا. نعم. إذا تسمح لي. اتفضل. يعني هسه مثلا عندنا النخيل، احنا ننطي مواد على الدوباس. نعم. على الحميرة، على خياص طلع النخيل، وما يصيب النخلة من باقي الأمراض. وأيضا نعم. احنا ندعم حصول الحنطة ابتداء من تعفير البذور ومبيدات الأدغال، أدغال الحنطة، ونرافقها. نعم. حتى حشرة السونة وباقي الأمراض تتبع معهم. ملاحظة مهمة إذا أكو وقت وممكن أتكلم. اتفضل. دائرة وقاية المزروعات، احنا يعني بالمصطلح نسمى وزارة الصحة الزراعية، يعني احنا نتعامل مع ظروف خارج ارادتنا. تدري هسه احنا كل العالم صار بيتغير مناخي، تغير مناخي كبير جدا. صحيح. هذه واحده من اشد العقبات اللي احنا نواجهها. قال الشيخ اكو حشرات دخلت جديده، هي ما دخلت حشرات جديده، بالاحرى هذا التغير المناخي اللي يعني العراق من اشد الدول، خامس اكثر دوله بالعالم التغير. نشأ من عنده آفات كانت ساكنة أو آفات ثانوية ما إلها ضرر، بس بهذا التغير المناخي صارت آفات رئيسية، وربما بعض الآفات الرئيسية انعدم وجودها وصار وجودها نسبي جدا. نعم. فإحنا متغيرات مستمرة يعني مع صحيح. تغيرات المناخ. مع هذا الوزارة هاي السنة بالذات يعني معالي الوزير من سنة من مهام الوزارة، الحمد لله اتمنى تعاقدات كامله. ممتاز. اكثر انواع المبيدات اللي تخص المحاصيل التراثيه. نعم دكتور، ابقى وياي دكتور. احنا في برنامج ارض السواد قبل عده ايام زرنا من اهم المناطق اللي تحتوي على بساتين، لان احنا يوم محورنا على البساتين هي الراجديه. نعم. في بغداد، فعندنا لقاءات. نعم. مع اصحاب البساتين وعندهم بعض المعاناه والرسائل اللي وصلوها لحضرتكم. خلينا نشاهد هذا الفيديو. نعم. وراجع. هذه الاصناف ماذا تنصان بصورة صحيحة؟ هسه تقول لي ليش ماذا تنصان؟ شلون يعني؟ اليوم هي خير من الله ونعمة. اتضحك عليها، الفلاح دا يعاني 24 ساعة بس يكافح، إذا ما يكافح ما تصير. يعني أنا بالنسبة إلى الحمضيات أنا متابع البساتين. صحيح. الحمضيات من وردت شفنا الورد مالها وشفنا البذرة مالتها قلنا هاي هي بعد، حتى الهرش ما راح يشيلها. هسه تروح عليها أروح أشوف كيها تلقى لك إياها يعني عدن بالأصابع. ليش؟ لكون مكافحة ماكو. قبل كانت مكافحة مستمرة، طائرات مستمرة على طول الخط، يعني بالسنة على الأقل مرتين ثلاث. زين أبو فارس، أنا كل ما أجي أصور بالراجدية ينثار موضوع الطائرات. نعم. طائرات الرجل. نعم. وكل وزير يجي يقول أكو طائرات، عاقدنا ويا طائرات، عندنا طائرات. ليش ما قاعد تشوفون الطائرات؟ اليوم أنتوا اليوم كاتحاد مثلا. نعم. الراجدية الزراعة لما تسألون اليوم وزارة الزراعة شنو ردود الجهات الرسمية؟ ماكو أي رد من عندهم أستاذ العزيز. إحنا بالنسبة يعني كاتحاد، اتحاد الراجدية دا نخاطب المرجعيات مالت المرجعات اللي اتحاد بغداد، اتحاد بغدادي يخاطب من الاتحاد العام على مستوى العراق، الاتحاد العام دا يخاطب حتى إلى رئاسة الوزراء. إلى رئاسة. نعم. الوزراء المتعاقبين اللي جت يعني بحكم العراق اللي ماكو يعني استجابه ابدا، ما واحد قال يابا بالنسبه ان هذا الفلاح اللي دا يعاني بالنسبه له من هذا الدوباس، من هذا حشره المن، من هذا الفطريات، ماكو. يعني احنا الاوقات اللي كنا بها اللي قبل الاحتلال، قبل الاحتلال كانت الطائره من ترش البستان حتى عصافير وقعت، عصافير راح ماتت مو عاد يعني. نعم. الذبابه وغير الذبابه. يعني اليوم الرش الطائرات ما يخدم فقط النخيل، لا، الاشجار ايضا، كل الاشجار. نعم. كل الاراضي يعني يقضي على كل الافات الزراعيه اللي تاذي الزرع، اللي تاذي حتى على مستوى الحنطه. رجعنا وياكم احبائي المشاهدين. قبل ما انتقل للدكتور اسال، بما انه عندنا مثال اليوم الراجديه ايضا المحموديه بساتين، شو كنت اخر مره شفتوا طائرات رش؟ ابد
يوم التعرض على جمعية شو كنت آخر يجوز بس على ضفاف نهر دجلة يجوز والله يا منحة المحمودية ما بيها بساتين ترى قليلات جدا نعم ما بيها بساتين بس على ضفاف نهر دجلة على الجهة اللي من يجوز أكو بساتين لا انتو مو موضوع يجوز انتو سمعتوا جت طائرات رش لا لا ما شفت شفنا الفيلم هذا بكربلة رشوا بس هنا جوز سابقا كان اكو اي سابقا كل سنة نعم كل سنة كل موسم كانت تجي طائرات نعم جيد انتقل الى الدكتور دكتور سمعت صاحب البستان من الراجدية بس سمعت جناب الشيخ اللي حاضر بعد نعم ما سمعت اللقاء لا لا اللقاء ما سمعته لان انا على سكايب وياك نعم دكتور يعني هو اصحاب البساتين بالراجديه يقول لك احنا يعني من اهم المناطق بالبساتين يعني هو حسب كلامه يعني تقريبا 3 سنوات 4 سنوات ما شاهد ما شافوا طائره رش ويقول الامراض هواي اثرت على الهرش وعلى الاشجار وعلى موضوع النخيل وغيره يعني ليش هذا التلكؤ اللي يصير يعني بس اذا تسمح طبعا تدري احنا العام تقريبا كنا نشتغل بطائرتين يعني سواء بالحمله الربيعيه او الخريفيه، الان انا اشتغل ذات وقايه اشتغل بطائره واحده من طائرات طيران الجيش. نعم. هذه الطائره احنا حتى من يعني كل طلعه تطلع وعندها لود محملته هي كل طلعه تغطي حوالي 250 دونم. نعم. بالتالي لازم نحسب جدول اقتصاديه من هذه الطلعه. احنا البساتين طبعا هي الطلعات على كل البساتين المصابه صحيح بالاصابه الشديده. انا اكو ميزه استخدم بها الطائره. اول شيء لازم تكون البساتين ما بها اعمده البث مال الانترنت الانتينات وكذا نعم. هذه تدري منطقه الراجديه احنا العام اعتقد رشينا بها بالربيعي مو كل المناطق، مناطق نعم. بسيطه، المحموديه فعلا ما رشينا بها، هذه انتينات الانترنت تدري طائره كبيره. الاسلاك ما تشوفها ففرصه يعني احتمال تنظر بالطائره باي جزء من الاجزاء يسوي لنا مشكله. بالتالي بساتين مثل بساتين كربلاء، بساتين واسط، بساتين بابل، هذه بساتين مساحاتها واسعه جدا والبساتين متصله، فبالتالي كل التغطيه تكون كامله للنخيل. مناطق الراجديه حتى اذا كان اكو طيران تدري اكو يعني هذا تجزئه الملكيه اعتقد سمعت الشيخ بالبدايه وتجريف البساتين، بالتالي صار تداخل للاحياء والبيوت بين هذه البساتين، صارت عمليه الرش كل الصعبه ما هملناها نعم. توجهنا عليها من خلال الرش الارضي من خلال عمليه الحقن ومستمر عمليه الرش، وبالمناسبه هي ايضا كفاءه عاليه لكن الرش بالطيران دكتور انتوا عندكم واجب لازم توزعون للفلاحين مبيدات وغيرها من هاي الامور؟ نعم عندكم اليوم واجبكم اليوم توزعون مواد مبيدات الى الفلاحين؟ اكيد يعني مثلا الشيخ حمزه يقول ما يوزعون له جناب الشيخ يا منطقه محموديه بالمحموديه شيخنا المحموديه تدري عندكم شعبه زراعيه موجوده بالمحموديه عندكم شعبه اكيد عندنا حضرتك نعم. او اي فلاحين يعني اذا حضرتك يعني شيخ عشيره او من الاتحاد او من الاتحاد نعم. واحنا اغلب الاتحاد والجمعيات يتواصلون يعني نعم تتواصل مع الشعبه وتراجعهم مثلا اذا كانت عندك اصابه او هم جزء ربما ما حد يعني صاير من عندهم تقصير وما جايين على منطقتكم الداخل اي سبب نعم. دارة وقاية المزروعات موقعها موجود، وزارة الزراعة موجود، تليفوني معروف عند كل شعب الزراعية نعم. ممكن تتواصل إذا أكو تقصير من عندهم، لكن دارة وقاية المزروعات دكتور حيث ما تكون إصابة أكو إجراء أكو نعم. دكتور الشيخ اللي يتكلم مع حضرتك مالية لإنجاز هذه الحملة نعم. دكتور شكرا على اللقاء ونشكرك نعم. على الإضاحة نعم. احنا بالنسبه للمحموديه الاسمده وكلها جيد بها هاي الشعب الزراعيه مال قضاء المحموديه، اما المكافحه بكت الحنطه هذه لا انطوا مكافحه نعم كافحه بكت الشعير والحنطه ماكو بدايتها نعم سلموا لا اسم هاي مكافحه لا التقصير وين شيخ ممكن تعيد لي
تقصير؟ نعم. السؤال ممكن بالاستلام، بعض الفلاحين ما يروح يستلم توزيع؟ اها والله بالله يكون واقعيين، غير هسه احنا نشكر. نعم دكتور، دي يتكلم الشيخ يقول الصراحه اكو بعض الفلاحين هم ما يستلم، هو ما يستلم. ولو جيت سالته وقلت له شو استلمت مبيدات، قال لا ماكو ما رحيل. هو ما يروح، انت روح الشعب ما قاعد الليل هي الدوام للثنتين يضرب شعبه. نعم. روح لو ما قال لك ما انطاك تعال اسالنا. نعم. طبعا ايضا احنا مستمرين عندنا لقاء ثاني مع احد اصحاب البساتين في الراجدية، تكلم ايضا على هذه المواضيع وعلى حماية البساتين. خلونا نشاهد الفيديو وراجعين. قبل ما نبدي تصوير، نعم، شفتك مأيس وضايج وتدخن، وش قلت لي كلمة؟ اي يعني هاي الكلمة مالتك يمكن راح الغي البرنامج بسببك. لا ما تسمع لغير اي ماني برنامجي معتمد على الزراعة. انت ايش قلت لي؟ ايش قلت لك؟ قلت لي ماكو زراعة انتهت بالعراق. ليش هيك تقول؟ ها تدري ايش قلت لك؟ اي تصورنا ليش قلت لك؟ أي. يعني من البويديات هاي الموجودة، هاي دوباس أرض من هسه كود تفتر بالبستان، تركز على هالشي الصغير البرتقال هيش صاير به العنكبوت. اي تجي على عندي الرنج حمال، يعني هذا الشبيل عمره 30 سنة. الرنج الأرض من القاع صاعدة للقرمال خطوط وخطوط. إيه. والله هسه كل شوفك إياها. مع العلم الرنج يتحمل. ويتحمل. الحاصل ده يصير عندنا بالأختي بس جاي يروح حرامات تلف. مبيد ماكو. من دوباس. إشكال أمرار. ينطوك دواء من تيم صلاحيته ما يموت. هذا الجرب البرارنج الرارنجة زرقة الصيد شو لون هذا الحشيش؟ ألا تفركها بقونية تنقعها بالمي واحدة واحدة زين هاي الفلاح واحدة واحدة شي شي لا صدق والله. أي والله المدينة العالية والله بيهم يأخذون هذول المبسطين بالشوارع. أي وبيه لا والله ما يأخذون يذبونه بصراحة. أي ذاك اليوم أنت رايح للعلوة قايل لك إحنا نبيع 200 دينار شفت الإنتاج العراقي؟ لا هاي البارحة. إي هاي المشمش؟ التفاح. التفاح إي. قلت له ليش؟ أنا سألته إيش أسأل؟ قلت له ليش التفاح؟ قال لي هذا بربع و200 كيلو. تخيل. زين؟ هذا موجود هنا أنا بالناحية وبصفه هذا المستورد. الحجي قال ماكو مستورد، لا اكو مستورد. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين. شيخ يعني حسب كلامك تستلمون من الوقاية المزروعات مواد. فعالية المواد، جودة المواد، هسه يعني مثل اليوم ابو نجم الجناب التقينا به بالراشدية يقول ما يموت الآفات الزراعية، الصراحة شنو جودتها؟ استاذ بالثمانية او بالتسعة وستين اجى جراد للعراق. الجراد اصفر كبار. طلعت عليه هيئة من بغداد سيارات ومرشات. الله شاهد هو يعني شلون بالمناطق الزراعيه الزراعيه اجى منا من يم سوريا ونزل علينا. بات ليله اصبح الصبح ما مخلي كل شيء. فطلعت هيا عليه من بغداد وماطورات وسيارات تكافح. انا شفت هذا عبنا فعال من يضربه بهذا شو اسمه كل يتكون بالمكان ما وحده تتحرك. هسه لا اجيبها طمسها تخلي راسها بالسم هذا ما تموت. اي احكي لي هسه. هي هسه القضيه هسه. اي شلون يعني غير ما الظاهر مو مركز. ظاهر شلون هسه هذا كبسون مال الراس والسبرين بس اليوم احنا نحكي على دائره ووزاره الزراعه كامله اكيد لما تتعاقد ويا الشعب ما لها دخل استاذ الشعب. انا مو على الشعب اليوم وزاره الزراعه هي تتعاقد. وزاره الزراعه هي اللي تستارد وهي اللي تعرف هذا يقتل ما يقتل مو جودتهن شلون هسه؟ هسه؟ اي زين يعني هسه يعني مو ذاك يعني زين لو مو زين؟ لا زوينه مو حلوه زوينه. إيه دكتور تسمعني؟ دكتور حسين. نعم وياك اسمع. نعم دكتور، احد المواضيع اليوم اللي نتكلم بيها انه هسه مثلا قال نعم. الشيخ حمزه واللي التقينا به ابو نجم من الراجديه يقول انه نعم. صح في بعض الاحيان واحيان الكثيره انه انتم توزعون المواد، توزعون اليوم المواد اللي تخص مكافحه المبيدات وافات وغيرها، ولكن يعانون من جودتها من فعاليتها. هل المشكله ان الفلاح يستخدمها خطا او هي المناشئ مو جيده مو ذات جوده عاليه؟ لا 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 اذا تسمح لي نعم. بها وشقين. بالنسبه للمواد المجهزه من قبل دائره وقايه المزروعات، طبعا كل المبيدات تجهز مسجله باللجنه الوطنيه للتسجيل واعتماد المبيد. نعم. وبالتالي هسه اصبح ما اشرت لك في البدايه هذه مواد كيميائيه سامه. صحيح. بالتالي
اصبحنا الان نستخدم مبيدات متخصصه. يعني انا ما ارش مبيد يحرق الاخضر واليابس على حد التعبير هذا المثال. اليوم مثلا احنا على الدوباس نستخدم مبيدات، حشره الدوباس حشره صغيره جدا رهيفه، نركز على قتل هذه الحشره دون التاثير على باقي الاحياء الاخرى. نعم تاثر على باقي الحشرات الصغيره، لكن ما لها علاقه بالتاثيرات الحشرات اللي نسبها بسيطه جدا، هذه حشرات غير مستهدفه. احنا الغايه نقضي على الدوباس، هذه تاثيراتها السموميه على المناطق السكنيه محدوده جدا. تدري هاي كلها متبقيات مبيدات. صحيح. وبالتالي اصلا احنا بدينا شوي شوي نغادر موضوع المبيدات الكيميائيه، بدينا نستخدم هرمونات حشريه، بدينا نتجه للاسمده العضويه. صحيح. جهد الامكان نبتعد عن الكيميائيات لان هذه كلها متبقيات، والله يبعد عنكم الامراض اللي تتبع الاستخدام المفرط من هذه المبيدات. نعم. بعض الاخوه الفلاحين يراجعون بعض المكاتب الزراعيه، ودائما احنا ننوه لهذا الموضوع. من يروح لاي مكتب زراعي يجب ان يكون المكتب مسجل بمهندس زراعي مختص. أه. اقلها ومن يشتري مبيد يسال هذا المبيد مسجل او غير مسجل، طبعا موجود على الليبل اذا مسجل او غير مسجل. بالتالي السوق هذا سوق تجاري، بيه المغشوش، بيه اللي عابر للحدود بطريقه غير قانونيه، وهي اغلبها مبيدات غير مفحوصه. واحنا مع هذا عندنا لجان هاي بنتابع هذه المكاتب، وصار عندنا حجز الكثير من اصحاب هذه المكاتب. نعم. وحجز المواد اللي بيعوها على الفلاح. دكتور ايش قد اثرت علينا اليوم على بساتين هاي الحشرات والافات؟ هل خسرنا هواي بساتين بسبب هاي الافات؟ نعم. هذه الحشرات والافات الدوباس وغيرها من هذه الامراض ايش قد خسرتنا اراضي للبساتين بالسنوات الماضيه؟ عندكم احصائيه لهذا الموضوع؟ خسرنا اراضي يعني كاشجار نخيل او حمضيات او هاي؟ طبعا طبعا. تدري استاذ العزيز يعني للاسف الخارطه الزراعيه تقريبا كلها اختلفت بسبب هذه التجزئه الملكيه وتجريف البساتين. يعني يمكن الكاظميه اعتقد بالمده القريبه لو ما حنا نشوف فيها بساتين نخيل. صحيح. اطراف بغداد انت دا تشوف الخط السريع مال الدوره، يعني بين اي واحد بين يشوف قبل يفوت بنص بساتين نخيل بدت تتحول الى مناطق سكنيه، الى نعم جملونات مال مخازن. هذا كله تاثيرات بيئيه، هو هذا التغير المناخي من ما اجى يعني محض الصدفه. نعم. هذا احنا يعني المجتمع تلاعب بالبيئه، الدوله جهد الامكان تحاول تثبت هذا الموضوع، لكن للاسف هواي بساتين تجرفت من قبل اصحابها والبقيه ربما. نعم. باسم شركات ولاسباب هوايه، البعض يقول مثل ماكو مياه، البعض يقول ما بيها جدوى بالسوق، وينطي مبررات ما اعتقد الارض تتعوض للاسف. نعم. طبعا احبة المشاهدين عندنا فيديو اخير يتكلم احد الفلاحين عن موضوع طريقة التوزيع المبيدات اللي تخص البساتين، خلينا نشاهد هذا الفيديو وراجع. نعم. سنة عن سنة يقللون علينا المي، سنة عن سنة قبل كانوا يكافحون بالطائرات، هسه نسوا هذا الموضوع. يروح يجيبون مبيدات ونوعيات رديئة جدا يوزعوها بالشعب الزراعية، تعال هاك انت روح كافح. اغلبنا اللي يستخدمها ما وراها فائده، ما وراها نتيجه. بينما تروح تجيبها باسعار غاليه من السوق السوداء لا تنطي نتيجه. يعني الشغله روتينيه اكثر من مناشئها. ابو محمد يجيب لك اياها من اشكال المناشئ، بس اولا ما يسلم لك اياها بالعبوه. اي يسلم لك اياها لازم تجيب بطل او اي اناء يفرغها قدامك وينطيك اياها. هذا من ينفتح مفعوله ينتهي. اليوم انا خمار اصرح اكافح اخليها فد اسبوع. صحيح. حسب الوقت المناسب. حسب الوقت. يابا انت تنطيها بعبوتها. قال لا، تعليمات وزاره الزراعه تقول لازم افرغ لك اياها باناء ثاني واخذ العبوه واسلمها لوزاره الزراعه. ليش؟ ما مو خاف يصير بوق، خاف يصير بيع بالسوق. انا ما اخذها البستان، ايش اسوي بيها؟ ابيع بيها. ثاني انت منطيني كميه محدوده. مو مال بيع. ايش قد يعطون كميات؟ يعني يعطيك مثلا 5 لترات على الدوانم اللي عندك، كثر ايش قد عندك دوانم؟ الدوانم يعطوك احتمال لتر. رجعنا وياكم احبتي المشاهدين، وشاهدنا ابو محمد المساري من الراجديه يتكلم على هذا الموضوع. الشيخ حمزه خلي ايضا ناخذ لك مثال انت اخر
انه الشعب الزراعيه هاي خلينا نترك موضوع انه النوعيه انه يقول يفتح العلبه صح تروح صح منها صح الجوده ويعطيكم اياها على حتى ما حد ما يبيعها صح صحيح موجوده يعني. نعم موجوده هاي الامور صحيح تاثر طبعا تاثر ان هو مو بساعد على ما قال الشيخ قال نروح نكافح الصبح يبقى اسبوع هيجي وهذا يفقد بعض العناصر اللي موجوده بالمكان نعم هاي تتكلمون يعني حي على المهندسين زراعة لا يعني ما انا انا سالتهم ما انا سالت المهندس سالت الشعب انتم ليش تفرغونه؟ قالوا يريدون من عندنا هاي العبوه مالتها حتى لا يتهموهم انه يبيعوها احسن زين المساحه ايش قد يعطوكم كميات حسب المساحه حسب مساحتك يعني ايش قد تقريبا؟ يعني يعني هو هذا ما يكثر لنا خمس دواني من طوله مثلا اربع لترات ثلاث لترات مع تقريبا كل دونم لتر يعني قل اللتر هو هو ما يكفي لا ما يكفي الدونم جد يحتاجه تقريبا حسب الاصابه اكو اصابه تحتاج لتر اكو اصابه ما تحتاج لها نص لتر حسب الاصابه الزرع شنو اصابته شنو تاثيرها قويه حسب الضرر الصحيح. حسب الضرر الموجود بالزرع نعم خلينا ننتقل للدكتور دكتور احد اصحاب البساتين وايضا عضو اتحاد الراشديه امين سر اتحاد الراشديه تكلم بموضوع يعني انا اتمنى انه تفسر لنا اياه واكيد انت اكثر خبره وعلميه بهذا الشيء قال انه الموظف لما نروح بالشعب الزراعيه لما يعطينا المبيد الحشري لازم ما يعطينا اياه بالعبوه لازم يعني يوخر العبوه يعطينا اياه بطل او هاي الامور واحنا ناخذه وهذا يفقد اليوم خصائصه يفقد اليوم الجوده الخاصه به تاثيره على على الافات الزراعيه هل اكو هل حقيقه هذا الشيء موجود وشنو اسباب اليوم تدفع الموظف او تدفع دائرتكم او الشعب الزراعيه انه تسلم المواطنين بهذه الطريقه اقول لك هذا الكلام صح اولا لاعتبارات عديده منه اول شيء احنا حتى نمنع تسرب هذه المبيدات للاسواق المحليه يعني نعم. العلبة متروح إذا توزع للفلاح ربما يعني الفلاح ما يستخدمها تباع بالأسواق المحلية نضمن عملية الجرد على الموظف متأكد ربما الموظف يعني هو سربها للسوق مو الفلاح يعني نعم. بطريقة ما سربت للسوق اثنين ثلاثة هذه المواد احنا نسلمها في وقت الحملات بالمناسبة هاي للجزئيات البسيطة مو الكميات الكبيرة، الكميات الكبيرة مثلاً أعطيك مثال. نعم. بمكافحة الأدغال المرافقة للحنطة. تدري إحنا نوزع أطنان، فبالتالي نعطي العبوات للفلاحين، وبعدين من تم عملية المكافحة يرجع هذه العبوات للشعبة الزراعية اللي استلم من عندها، لأن هو ما معقول أنا مسلمة مثلاً فد 20 أو 30 دبة. نعم. ام العشرين لتر ام العشرة لتر لان ليش افرغ هنا يستحيل فبالتالي نتابع عمليتها هذه المبيدات ما تفقد خصائصها لان احنا نعطيها في وقت الحاجه يعني شلون اليوم باكر استخدامه وبالتالي احنا كل الامور هذه تجهيز المواد مرهون بنا مرهون بالقدره الماليه الموجوده نعم. الحمد لله احنا يمكن بالسنوات السابقه نسب المكافحه كانت بسيطه لكن هذا الموسم وأنا بلغت الفلاحين من خلال هسه شاشتكم نعم خطة الوزارة حالياً الموجودة الموسم القادم للحنطة إن شاء الله عندنا تغطية كاملة 100% مبيدات مدعومة لمزارعي الحنطة إيش قد نسبة الدعم؟ الدعم 100% نسبة التوزيع حتكون حتشمل المساحة 100% نعم يعني إيش قد التزارع زارع 1000 دونم 20000 دونم أنا أغطي لك هسه مبيدات موجوده بالمخازن تغطي اي كميه ممكن نتمنى يعني ان تزرع بالحنطه للمواسم القادمه يا الله مثل ما هذا الموسم الحمد لله هذا الموسم احنا نتامل تجاوز ال 4 مليون طن من الحنطه ان شاء الله يعني دكتور اريد ارجع وياك على نفس السؤال اللي بديته مع حضرتك باول حلقه لان انا حقيقه الصوت كان يقطع لما سالتك هذا السؤال وجوابك ما افتهمته بصوره صحيحه اكو تعاقد لوزاره الزراعه مع طائرات رش وش قد العراق يحتاج التأكيد اليوم انتم الدائره المختصه بهذا الموضوع تعرفون احتياجات العراق وش قد حل انطيك احنا الطائرات عندنا سبع طائرات موجوده بمطار السويره هذه الطائرات توقفت لسبب فني نعم ومن خلال نشره جويه من الشركه المصنعه التشيكيه
نعم. شركة تشيكية؟ لا لا، طائرات فرنسية. نعم، الطائرات فرنسية. للأسف في حينها يعني تقريبا يمكن بال 2017 وبعدين جت جائحة كورونا، ما كملت بعض الإجراءات، دخلنا مشاكل قانونية مع الشركة المصنعة. بالوزارة احنا اتخذنا مجموعة من الإجراءات، لكن معالي الوزير المهندس عباس العلياوي، نعم، من استلم الوزارة أول ملف فتحه ملف الطائرات. فبصراحة انطينا يعني عرضنا الملف على معالي، رفع كتاب بثلاث مقترحات للأمانة العامة بشهر الثالث، نتأمل يجينا هذا الكتاب. يعني كتلهم بثلاث مقترحات تسرع من عودة هذه الطائرات. احنا ما توقفنا صراحة هاي ثلاث سنوات، لجأنا لطيران الجيش مشكور، قدم لنا الدعم الكامل. هاي أيضا عندنا هسه تعاون احتمال يكون تشغيل مشترك مع طائرات وزارة النفط. نعم، عندهم طائرات وقالوا هذه الطائرات. دكتور إذا نفذت، نعم، مقترحاتكم، تقريبا الأسطول العراقي من طائرات وزارة الزراعة شين راح يكون؟ هو احنا عندنا سبع طائرات، إذا صارت لها يعني عودة تجاوزنا المسائل القانونيه والمسائل الفنيه، سبع طائرات كلش زياده. نعم، يعني ربما ثلاث اربع طائرات انا اكون. شكرا لك دكتور على كل هذه المعلومات حقيقه اللي اليوم رفدت بها برنامج ارض السواد. شكرا جزيلا. نتشرف ربي يخليك. تشرفت بضيوفك الكرام. ممنون دكتور، شكرا جزيلا. انا اعتذر يعني بعض المقاطع ما تشوفني الا الان على السكايب. صحيح صحيح صحيح، ان شاء الله ان شاء الله. سمعت كثير من الكلام. ربي يخليك، حنكون على تواصل مع حضرتك. شكرا جزيلا. الله يخليك. اهلا وسهلا. شيخ حمزه، تحب تضيف شيء؟ عندك قلت عندي رساله اليوم من الفلاحين المحموديه على موضوعه المياه، وجهها اليوم الى دوله رئيس الوزراء والى وزاره الموارد المائيه. والله من خلال هذا منبركم نوجهها دعوه لرئاسه الوزراء ودوله رئيس الوزراء السوداني الله يحفظه. نعم، ان شاء الله متفائلين به. ان شاء الله خير هواي هواي، يعني خاصه الشارع والشعب والفلاحين حيل متفائله به. نعم، فنقول يعني المي شلون يعني هاي ظاهره خطيره جدا يعني. نعم، بس للشرب زين، الفلاح عنده بانيات. وصلوكم رسميا انه بس للشرب هذا المي؟ فعلا بلغونا اليوم، ما انتبه اليوم اليوم هذا طبعا الشرب. نعم، كل التحيه لك شيخ حمزه المسي عباس، اليوم عضو اتحاد الجمعيات الفلاحيه فرع المحموديه قضاء المحموديه. شكرا جزيلا. ربي ياك الله. تحيه لك وللمشاهدين ولمدراء الشعب اربعتهم اللي متعاونين وياك. تحياتنا كيد ومدير ما بين النهرين. الله يخليك واشكركم على هذا. ربي يحفظك. الله يحفظك استاذ. طبعا احبتي المشاهدين، هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ارض السواد. نلتقيكم بحلقات اخرى. على الصحه والخير والبركه والعافيه، الى اللقاء.